مرحبا يا أطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تجيكم في شهر رمضان المعظم بفقرات خاصة. كان بداية شهر مهم مهم جدا، هو شهر رمضان المبارك، شهر التوبة والغفران. بما أننا في هذا الفترة كان بداية الشهر الفضيل، راح نتعرفوا على شخصية مهمة اللي هو سعد بن أبي وقاص مالك القرش الزهري، سعد بن زيد القريش العدوي، عبد الرحمن بن عوف القريش الزهري. عمو يزيد راح يغني لكم أغنية نقول فيها بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة، وليدنا مبروك عليه هذا الليل اختمته، ديروا حنا في يديه يلا يا البنات زغرتوا، بيدنا رسول الله محلى طلت الفجر في يوم العيد لو تدري، يا بشرى المسلمين به عيد جاء بالخير. وانتم تني لكم تشوفوا فيها يا أطفال، إذا حبيتوا تفرحوا كما أصدقائنا اللي راهم هنا معليكم إلى توجهوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت، نحبوكم يا أطفال. بالنور والهدى كامل المسلمين، سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء، رمضان 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 جاء، رمضان 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 جاء. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا له، هيا نصفها.